براستی بره يعني از کارن بیجم صحافه کردی گل کی کیم بو خاصه مناطقه کردی دش بر چه حکومت هبو نظام هبو فتش گش بزیون جرائد بون مجلات بون بزید هات وزعندن او چن موقع کی الکترونی هبو مراسل کی وان دول فیدا منطقه هبو او جب دزیبو کسی نزانیو ف پشتی سوره طبعا چتر بو روبرو باشتر دبه يعني ام بینن اف 6 سال سوره چه بو طبعا صالة أول وأنا أبدا نواكب أنا قنوات كردي خاص برو جابا تشيبون أنا إذاعات قال لك تشيبون مراسلين قال لك تشيبون قال لك كار بآلي صحافة دي آلي صحافة دي المنطقة ما باش تشيبون علام بري يكجار سندبو أم لكان سبب يكشي باوي سر نظام بين والله نظام ورجيب وضغط سر كردا بطيبتها بو أف سببك بو بسببها دوا وعيت نبو جم خلكي طبعا حاليا باعتبار رجيم شو يحكي بيش كدن شو بي علام شو بي انا هي من كان انكار بكن بس نفس الوقت من كان انكار بكن جريدان علام قش بجهاك محدد طالما علام بو جريداي بجهاك محدد واجندات جيكي محدد ماشينا فبنرينا مدى علام شقي ما جيرتنا كان ظنن انه جريده والصحافات باما قلكي كيم بون روجي تشون لانه هنجي نظام سروان شداندن انا ك تشي تربويا صحفي باما صحفيه كردي باما بربون اعلاميه كردي بربون جريده كردي قناه كردي وورشات تدريبي باما قال كي سر نزيده بونا وازدبينا من روج بي وبرتربو بي وتشتربو حاليا مكارم بيجن نقول لك مؤسسات اعلامي تشيبونا وين تشيبن يعني مكارم بي مقبول روشا رايك عندنا حاليا بس نقل كباش لانه قال لك مراكز اعلامي قال لك مواقع طريقة نشر الخبر بطريقك نا علمي بطريقك نا حيادي نشرين هم بهفين انه دروجن بيشته راك عندنا كردي السوري نا كردي السوري ده بيش كيف بيترجعنا صحافة كردية مجد أم كابين رولا وينولو زيد أبو أو رولا جرينج بو يعني رولا جلكي مزن بو جبركو دستلاتا كود ودستلاتا رجيمي برهبو جبركو أو صحافات بيجي إنه أم تكزية تأكيد جي بستين دوار زانياريات معلومات دراغاندية تنبو جبر بي يكي ازبيم رولا ويدوية دميد تنبو لدي دمانو هذا بلكي أف بيشكتنا غاني چي بوية و صحافات كردية صحفية كردية بيتر زيد أبو ندباجير ده